كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في أعمال القمة 22 للقميصة بزامبيا، حيث سلم الرئيس السيسي رئاسة الدورة لناظره الزامبي. وعلى هامش أعمال القمة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة ملاوي وكينيا. في ختام مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء وحكومات الكوميسا 22 بالعاصمة الزامبية لوساكا، وعلى هامش القمة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالاوي، مشيداً في هذا الصدد بدور مالاوي الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي، ومشيراً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. من جانبه ثمن الرئيس المالاوي التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، معرباً عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وقد أشاد السيد الرئيس بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين. من جانبه أكد رئيس روتو عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات.